أهلا بكم من جديد. قالت وزارة البترول المصرية اليوم إن مصر وقعت اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لتقديم تمويل بقيمة مليار ومائة مليون دولار في هذا العام لدعم استيراد سلع بترولية وتموينية. وأضافت الوزارة أن التمويل يأتي ضمن الاتفاقية الموقعة عام 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار. قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بصرف توزيعات نقدية من الأرباح السنوية على المساهمين. وكشفت وثيقة صادرة من البنك وموجهة للبنوك العاملة في مصر أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يأتي تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا. وأضافت الوثيقة أن البنك المركزي سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020. وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. أهلا بك معايا دكتور وائل، وفي البداية إيه تقييمك لقرار البنك المركزي يا فندم؟ في بداية تحياتي ليك يا أستاذ سلمى وتحياتي للجمهور الكريم وأسرة البرنامج. أهلا يا دكتور. هي خطوة بالفعل إيجابية، إحنا شايفينها بالفعل إن البنك المركزي بيحاول ياخد سياسة الحيطة والحذر أو التحوط. إحنا لسه ما زلنا حتى الآن في مرحلة عدم اليقين بالنسبة لأخبار أو تبعيات الكورونا على الخطوات الاقتصادية. شايفين العالم بالكامل بياخد نفس الإجراءات الاحترازية في عدم توزيع الأرباح أو ترحيلها لما بعد حتى يتم اليقين في الفترات القادمة. ولكن انا شايف بنك مركزي هو بصراحه يعني ضرب اكثر من عصفورين بحجر. نمره واحد، هو عنده بالفعل خطوه استباقيه قبل كده ان هو عنده قرار بان البنوك كلها تعمل اعاده هيكله وبالاخص زياده راس المال. فدي خطوه ايجابيه ان هي الارباح دي كلها عدم توزيعها كنقدي ويتم توزيعها كاسهم عشان يقدر يرفع راس المال بتاعت البنوك عشان يقدر ان هو يتبع بازل 3 وبالتالي يكون عنده جداره ائتمانيه قويه جدا تخوفا من اي صدمات تاتي ليه من اي مستثمر او اي مقترض في عدم السداد او عدم قدرته على الوفاء بالبنك العالي. دي نمره واحد. نمره اثنين، وهي دي الاهم اللي احنا بنتكلم عليها، ان التوزيعات معظمها بتروح لمستثمرين اجانب، يعني هيحصل ضغط النهارده على العمله المحليه داخل السوق المصري. نعم. سوق الصرف، يعني هيتم ترحيل الاموال دي بالعمله الاجنبيه للخارج، فبالتالي ايقاف عمليه النهارده التوزيع النقدي في هذه المرحله وتاجيلها حتى الانتهاء من صوره اخرى زي توزيع الاسهم او شبه ذلك او الاسهم المجانيه، فبالتالي ده بيدي نوع عدم الضغط على العمله الاجنبيه في الفتره الحاليه. دي اهم سببين انا شايف ان البنك المركزي بيحاول ان هو يعني يمشي فيها. الخطوه الثالثه، كلنا عارفين مشكلة سي اي بي او البنك التجاري الدولي، ان يعني في بالفعل احدى المؤسسات الاجنبية بتقوم بعملية التقييم، وهو تقريبا من العمود الفقري لقطاع المصرفي الخاص داخل الدولة المصرية. فاعتقادي ان ربما ان يكون هناك بالفعل اعادة مرة اخرى تقييم لكافة الميزانيات الخاصة بالمصرف بالكامل حتى يتم التأكد من عملية الصرف على رأسهم البنك التجاري الدولي. وده مش عيب، لان الدول كلها اثناء الازمات بتحاول انها تراجع المراكز المالية الخاصة بالبنوك بتاعتها، ولكن احنا شايفين سبب إقالة رئيس البنك المركزي وتصريحات البنك التجاري الدولي ان هناك شركه بالفعل تقوم باعاده تقييم الموقف الخاص بالبنك المركزي. فايضا عمليه اعاده مره اخرى عدم الصرف النقدي او توزيعات النقديه طبقا لمراكز ماليه سابقه تم اقاله رئيس بنك او تصويته او حتى تقديم استقالته، اعتقد لازم يتم التاجيل في الفتره الحاليه حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. لكن تاثير التاجيل ده ايه يا دكتور وائل على البنوك وعلى المساهمين؟ بص، هو لحضرتك جميع البنوك تقريبا او غالبيتها، مش عايزين نقول يعني كلها، ان عندها انخفاض في الارباح وانما ما عندهاش خسائر. يعني احنا بنتكلم البنوك بتاعتنا المصريه عندها انخفاض، ولكن البنك المركزي لما خفض سعر الفائده في العام الماضي ده قلل من الربحيه بتاعتها. وفي نفس الوقت النهارده حتى الاسعار الخاصه بالاسهم البنكيه المطروحه داخل القطاع المصرفي او داخل البورصه المصريه برضه شهدت نوع من انواع التراجع. ولكن هنا حته ان احنا بنقول سياسه العصا والجزر اللي احنا بنتكلم ايه، انا مش هديك نقدي بس هديك اسهم ممكن تقلها في اي لحظه. فهنا ده بيقوي الفلوس ما خرجتش من جوه القطاع المصرفي جوه البنوك، فبالتالي انا النهارده حقي كمساهم موجود جوه البنك، ولكن الصوره هتختلف. بدل ما هي صوره النهارده ان احنا بنتكلم ان انا هاخد كاش ونيجي بعد كده اقول لك لا انا مجبر ان انا ازود راس المال، لا تعال نزود راس المال من النهارده بحيث يبقى عندي النهارده جداره ائتمانيه قويه وعندي النهارده هيكل ملكيه قوي وعندي النهارده
اقدر ان ازود حقوق الملكيه وراس ماليه الخاصه بالبنك عشان تقدر تقاوم بعض الاضطرابات اللي ربما تحصل في الفترات القادمه نتيجه تعثر او مشابه ذلك نتيجه اثر الكورونا تبعيتها للقضيه. فانا بتكلم النهارده عندي طرف هيبقى زعلان لفتره مؤقته ولكن فلوسه موجوده اللي هو حمله الاسهم او المساهمين بالفعل كبار او صغيرين، ده هيتاثروا بالفعل بالسلب لان كانوا مستنيين النهارده توزيعات الناديه الثانويه، ولكن هياخدوا في صوره ايجابيه اخرى وهي الصوره اللي احنا بنتكلم عليها كاسهم. ولكن النهارده داخل القطاع المصرفي وده اهم حاجه، هل البنك المركزي اعلن عدم صرف النهارده مكافآت لمجلس الاداره او للعاملين؟ هنا بقى اللي كان يقدر يخوف حمله الاسهم او يخوف النهارده المودعين داخل القطاع المصرفي، يعني البنوك بتمر بازمه، ولكن هو بالفعل في القرار اقر ان مجلس الاداره يصرف مستحقاته والعاملين كمان ياخدوا حفز الاستابه، ده في حد ذاته ان انا بقول والله انا بعمل اجراءات احترازيه تامينا لما يحدث، ولكن الموقف البنكي سليم جدا نتيجه ان العاملين ومجلس الاداره بياخدوا كافه مستحقاتهم، ولكن صوره مستحقات المساهمين او صاحب البنوك او النهارده المستثمر داخل البنك تتاجل وربما ان تكون في صوره اخرى وهي صوره اسهم مجانيه لزياده رؤوس الاموال، وده انا شايفه الافضل في الفتره الحاليه عشان يبقى عندي جداره ائتمانيه ونقدر ان احنا نمر بعمليه بازل ثلاثه بقوه الفتره الجايه ان شاء الله. طب ما هو ده برضه خليني اسالك يا دكتور وائل، يعني هي اكيد اوضاع انتشار فيروس كورونا اثر على العالم، على الاوضاع الاقتصاديه في العالم كله وعلى السياسات النقديه ايضا في العالم كله. بالفعل يعني بالفعل احكي لنا عن وضعنا احنا في مصر حتى الان، ويعني وايه رايك، ايه مدى تاثيره، وهل السياسات النقديه والاجراءات الاقتصاديه قدرت فعلا ان هي تقلل او تخفض شويه من تاثيره الكبير علينا ولا لا؟ اعتقد ورقيا ممكن نتكلم ان الكلام ده بالفعل التاثير كان نسبي فقط لا غيره، زي التصريحات اللي حصلت لوزير الماليه او حتى الاعلان عنها في التصريحات، ولكن حقيقة بالفعل لا، أنا عندي تأثيرات سلبية جاية من داخل الاقتصاد المصري، احنا بنتكلم النهارده تين الخارجي عمال بيزيد لدرجة إن احنا عمالين بنتنوع في الاستدانة، مرة بنيجي نقول والله هناخد عشان زي ما حضرتك طرحت لسه منذ قليل تمام البنك الإسلامي عشان يمول بعض المشتريات والمشتقات البترولية، الله ما احنا عندنا غاز وفي وفرة في الغاز 3 مليار، ما احنا رايحين نستدين ليه من الخارج وعمالين نقول إن احنا عندنا اكتشافات بترولية، وبعدين احنا بنقول النهارده البترول بقى حاجة و50 وهو بالفعل داخل الموازنة ب61، يعني المفروض إن أنا عندي الوفرة دي ليه انا راح استدين الا اذا كنت بالفعل بتنوع من المصادر التمويل بيك، مره تقول النهارده هستدين علشان مشتقات بتروليه او مواد بتروليه، مره تقول ان انا هستدين عشان الطاقه النظيفه او ان احنا الصكوك الخضراء، مره هستدين النهارده عشان مترو انفاق اسكندريه وبعد كده نتفاجئ بتوقيع خط فائق السرعه ب 23 مليار دولار عشان يربط مصر كلها. انا شايف النهارده يعني عمليه الاستدانه النهارده بقى هو اتجاه الحكومه ان انا هتفوق وتباهى بالاستدانه، يعني حتى لما نيجي نلاقي في وسائل الاعلام ما بقناش بنتباهى بتخفيض الدين، بنتباهى ان انا النهارده قدرت ان انا احصل على قرض جديد، وكاني دي جداره النهارده ان انا بحصل على قرض جديد. تمام؟ ولكن هي بالفعل النهارده الوضع يعني مش عايز اقول لحضرتك النهارده مش ايجابي، يعني احنا شايفين النهارده كورونا وتاثيراتها السلبيه في العالم بالكامل، احد العناصر الايجابيه ليكي بالنسبه لك اللي كانت بتدور لك عائد قوي جدا زي السياحه والطيران والضيافه تاثرت بالسلب، احنا بنتكلم النهارده العوائد الدولاريه اللي بتجي لنا من الخارج تاثيرها بالسلب، عندنا النهارده عوائد قناه السويس تاثيرها بالسلب، عندنا تحويلات المصريين بالخارج اللي هي تبدو ان داخل الموازنه عاليه وترتفع ودي علامه استفهام كبيره جدا بالرغم ان احنا عارفين ايه العاملين المصريين في اوروبا متاثرين، العاملين المصريين الموجودين في امريكا متاثرين، العاملين الموجودين في المنطقه العربيه متاثرين، مش عارف انا التحولات تزيد منين بصراحه، ولكن هي علامه استفهام كبيره، ولكن خلينا نقول لا احنا تاثرنا بالسلب نتيجه الازمه الاقتصاديه، ولكن الحكومه بتحاول انها تتجمل في الفتره الحاليه، ربما مش عايزه النهارده تقول للعالم ان انا اتاثرت بالسلب خوفا على اصحاب الديون او مشابه ذلك، ولكن ما يعني ما اعتقدش ان احنا هنقدر نقاوم لفتره كبيره جدا عمليه تنامي الدين الفائق اللي هو بقى يعني مرتفع خارجيا وتوقعات العاملين بنوقعها من الاستدانه المستديمه عشان اقدر اسدد الزمات عليا، فمش شايف في تخفيض في الدين الخارجي الا سلف من سلف ودين من دين وقرض من قرض، فبالتالي هنا دي علامه خطوره كبيره وده اكبر دليل على الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا حتى الان لم ننجح في جذب استثمارات، ان انت بتحضري تكتسبي بقروض ولكن الاستثمارات ما حدش راضي يجي يستثمر عندك، نسبه الفقر بتعلى، فالنهارده يعني الوضع بتاعنا بقى سيء بالنسبه للعالم بكامل حتى في الازمات العالميه بكامل، واخشى لان 21 تكون عام يعني صعوبات بالنسبه لدول العالم بالكامل مما يضطرهم عدم التمويل او سحب بعض التمويلات الخاصه بهم للدول التي تم تمويلها. بنشكرك، كنت معنا من القاهره عبر الهاتف الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير اسواق.